يا هلا ومرحبا، نجدد التحية معكم متابعين إيران بالعربية، وحياكم بحلقة جديدة من برنامج رحلة. نبي ناخذكم اليوم لأهم مقصد سياحي وتاريخي بمدينة شيراز، باغ نارنجستان غوام. خليكم معنا. نارنجستان التاريخية بقت تذكار خالد من فترة الغاجر. لفظ نارنجستان باللغة الفارسية بمعنى حديقة النارنج. أجواءها جذابة بسبب جمالها المذهل، وين ما تلتفتون حتشوفون الفن الإيراني. نارنجستان كانت مملوكة لعيلة عوام الملوك، وكانوا يستخدمونها بعنوان دار الحكومة لاجتماعات بالأمور السياسية والعسكرية. خنشوف المبنى من الداخل. كل بيبانها مصنوعة من خشب الساج والجوز، والحيطان عليها نقوش تقليدية ولوحات تاريخية، ودرايشها ملونة بالأورس المثير. وأكثر زاوية مثيرة بنارنجستان الشرفة، الاستمتاع بإطلالة الورد الملون والمرتب بشكل جمالي.